اهلا وسهلا المها، مساء الخير، ارحب بك وبجميع الزملاء وبجميع المستمعين والمشاهدين وكل من يتابعنا في برنامج من عمان. احدثكم المها اليوم من مجمع الابتكار، ويعني نحن نحضر اليوم حفل افتتاح مهرجان عمان للابتكار الذي هو تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد. يعني بدأت فعاليات هذا المهرجان اليوم، وابتدأت معالي الدكتورة رحمة المحروقية هذا المهرجان بكلمة لتتحدث عن أهمية الابتكار وأهمية يعني هذه الأحلام وهذا الإنجازات التي يسعى إليها الشباب وما وصل إليه العالم، ويعني عالمنا المعاصر من تحقيق الابتكارات وكيف سهلت الاختراعات واقع حياتنا اليومية. نتحدث عن تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان عن طريق ضيفي الفاضل إبراهيم أحمد البلوشي، مدير مهرجان عمان للابتكار. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. بداية أستاذ إبراهيم، نقرب الصورة للمشاهد الكريم ونتعرف، ما هو مهرجان عمان للابتكار؟ مهرجان عمان للابتكار اليوم فعلا فرصة جميلة لتجمع المبتكرين، لتجمع أصحاب القرار، لتجمع المستثمرين، لتجمع الناشئة. اليوم نقول البذرة الأولى إن شاء الله تعالى نضعها في هذا المهرجان، واليوم الحمد لله ردت فعل جميلة. اليوم هو موجود في المهرجان يحكي واقع عمان وشغف شباب عمان والقيادة الحكيمة فعلا وتوجهها فعلا الرصين والجميل نحو الذكاء الاصطناعي والابتكار، وهو ما تعتمد عليه فعلا رؤية عمان 2040. طيب أستاذ إبراهيم، يقال أنه يعني من رحم المعاناة يولد الابتكار والإبداع. في وقتنا الحالي ما أهمية توفير بيئة مناسبة ومهيئة تساعد على الإبداع والابتكار؟ اليوم فعلا تهيئة البيئة المناسبة لهؤلاء المبتكرين، هذا العمل لم يأتي من فراغ. فعلا هذا العمل لم يأتي من فراغ، عمل يعني من 10 سنوات احنا في مشاركات في منتديات في معارض، واليوم وكل مره نشوف نفس التحديات اللي هي تواجه المبتكرين، سواء من تحديات للمبتكرين ونفس الشيء من المبتكرين انفسهم. فاليوم كوننا فعلا محطات مختلفه لهؤلاء المبتكرين، لهؤلاء الفئات، نفس الشيء لشبابنا وللناشئه، ان فعلا توجهنا والتوجه العالمي ما هو نحو الابتكار. اليوم مهرجان عمان الابتكار قبل يومين فعلا احنا نتناقش مع الفريق، اليوم هذا المهرجان هو دراسة حقيقية، واقع حقيقي لدور فعلا الابتكار، وفعلا ما هو الابتكار في عمان. فدراستنا وواقعنا فعلا اليوم نشوفه في مسابقات عندنا تنافسية عالية موجودة في على مستوى المحافظات، على مستوى المؤسسات، على مستوى الأفراد. بالمناسبة أنا خلفي مسابقة مع النبتكر، هذه مسابقة اشترك فيها 191 شخص وتم تصفيتهم إلى 31 شخص بعد فعلا فلترة إلى وإجراءات من فترة إلى فترة إلى أن وصل 31 ابتكار. اليوم هذه الابتكارات فعلاً تشجع الآخرين، وهذا اليوم ما رأيناه فعلاً من أصحاب القرار وغيرهم، فعلاً حتى بعد الحفل مروا على المعرض مرة ثانية فعلاً للتعرف على مثل هذه الابتكارات، واليوم التعرف على شبابنا وشغفهم. هو فعلا حقيقة شهدنا من حفل الابتكار، من حفل الافتتاح عفوا، يعني كان حفل كبير ومهم حقيقة يعبر عن مدى وحجم هذا المهرجان. طيب أستاذ إبراهيم، إذا كانت توجد إحصائيات، يعني كم عدد المشاركين في هذا المهرجان؟ كم عدد المشاركين في هذا المهرجان؟ عسى إن شاء الله تحضرني بس الأرقام الصحيحة، وإن شاء الله بتحضرني. عدد المشاركين اليوم في هكاثون الطاقة في مشاركة فيه دول الخليج، 4 دول الخليج: الإمارات، البحرين، قطر، السعودية مع عمان. 83 شخص مشاركين في هذه في 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 هذه المسابقة، بالإضافة إلى مع النبتكر 191 شخص، بالإضافة إلى منصة الاستشارات الابتكارية 78 شخص. منتدى الابتكار بالمناسبة بكرة غدا إن شاء الله تعالى حضوره راح يكون 400 أكثر من 420 شخص على مدار يومين. ابتكار المحافظات أكثر من 405 أفكار ومشاريع للمحافظات، واليوم فعلا شعار المهرجان معرفة، شراكة، استدامة. أي عمل
بمعرفته وبعدين شراكته واستدامته اليوم حتى ابتكار المحافظات من أين أتت اليوم فكرة مشروع، بكرة ستصدر إلى حاضنات ومصرعات، وبعدها راح تربط إن شاء الله تعالى بالتعاون مع مكتب المحافظين، لأن هذا العمل هذه المسابقة بالتعاون مع مكتب المحافظين أصحاب المعالي وأصحاب السعادة مشكورين فعلا. واليوم تفاعل كبير كان 405 عدد المشاريع والأفكار الابتكارية اللي موجودة، وستتنافس إن شاء الله في تاريخ 9 هنا 11 ابتكار على مستوى محافظات السلطنة على أن فعلا يتم أفضل 3 مشاريع، وبعدها سيتم إن شاء الله تعالى احتضان وتسريع هذه الأفكار والمشاريع. شكرا جزيلا الفاضل إبراهيم البلوشي، جزاك الله خير، شرفنا اليوم. الله يعطيكم الصحة والعافية، شاكرين ومقدرين لكم. شكرا جزيلا، أحسنت. إذن مشاهدينا الأعزاء، تفاصيل كثيرة سوف نغطي، يعني سوف نقرب الصورة للمشاهد أكثر في الأيام القادمة. المهرجان سوف يستمر لمدة 5 أيام قادمة، تفاصيل أكثر، تفاصيل أوفى. مهرجان يعني بدأ من حفل الافتتاح وكانت يعني التفاصيل جدا جميلة، وهنا المعارض والشركات مختلفة يعني تعرض منتجاتها ومشاريعها. إذن مها، حدثتك الآن من مهرجان عمان للابتكار، شكرا جزيلا. كل الشكر لك فيصل ولضيفك الكريم. إذن مشاهدينا لازلنا متواصلين معكم، وبعد الفاصل آخر موضوعاتنا لهذا اليوم، لذا كونوا بالقرب. Thank you.